How do you get to؟ طبعا هنا كيف تصل إلى مكان معين. أوكي، مكان هنا حول الأمكنة. تحدي الحديث عن الدايركشنز، عن الاتجاهات، طبعا بها استخدام بعض الأدوات. Can you tell me how to get to؟ طبعا هذه أداة. How far is it؟ كم how long will it take؟ given direction، إعطاء الدايركشنز. طبعا بها هذه يعني قواعد، وإن شاء الله تلقوها بالملزمة المرفقة. Go to the traffic lights، اذهب للترافيك. Take the first turning on the left right، turn right، استدر يسارا عند الأضوية. Go along، اذهب على طول للشارع. الشارع. The bookshop is on the right or left، مكتب أو كشك الكتب موجود على اليمين أو اليسار. My house is next to، بيتي بالقرب من فلانشي. Go past، اذهب خلفه، وهكذا. تبادل الأدوار. طبعا هنا تسأل أنت زميلك عن شنو، عن يعني المكان هنا شلون أنت مثلا تتحرك من مكان إلى مكان آخر. أوكي أعزائي، لحد هنا أتوقف وياكم وإلى اللقاء. أو 70 عندنا لسن 6 درس السادس، يقول لي أكمل الجمل بالكلمات بالصندوق، هذا صندوق البوكس. أوكي نكست تو، راح أعطيكم إياها. طبعا الأجوبة هذه، الأجوبة هذه لو نشوف هنا، طبعا هاي على الاتجاهات. يقول لي جو تاخذ جو ستريت أون، جو ستريت أون أنتل يو جيت ذا ترافيك لايتس، تمشى أو امشي مباشرة، أو امشي مستقيما أو مباشرة حتى تصل الترافيك لايتس. هاي اشارات الاضوية. اوكي تقاطع اشارات الاضوية، اشارة المرورية. when you get to the blue house، عندما تصل الى البيت الازرق شنو، turn left، استدر يسارا. can you tell me how to get to، هل تستطيع ان تخبرني كيف اصل to the library، كيف اصل للمكتبة. go، رابعة go، go past the bookshop and it's on the right، اذهب خلف البوكشوب، هذه الكشك الكتب وهي على اليمين، الشيء هذا اللي انت تريده على اليمين. my house is park، الخامسة next to، بيتي مجاور المتنزه. how long كم المدة، will take، how long will it take، كم يستغرق الأمر من الوقت. write directions for a visitor to، أكتب اتجاهات إلى زائر، إلى شنو، طبعا إلى هذني، إلى السكول. سكول نشوف على الخريطة، هنا نشيك الخريطة. لاحظوا أعزائي خريطة، هنا يقول start here، ابدأ من هنا. start here يعني أنت هنا، start here ابدأ من هنا، هنا أنت راح تتجه. فيقول لي هنا شخص زائر يريد يوصل وين، أولا السكول، وين هالسكول، هاي منا احنا نريد ندلل المدرسة. هذا مكان، المكان الثاني الهوتيل، الفندق وينه، الفندق هذا الهوتيل. عندك ثلاثة البوك شوب، كشك بيع الكتب، هذا البوك شوب. وعندك الرابعة البارك المتنزه. خلينا نشوف هنا. اولا بالنسبة لي السكول اللي هي هذه، شو اقول له؟ يعني اقول له go straight on the street till you reach the traffic lights then turn left، اذهب مباشرة على يعني على الشارع. till you reach the traffic lights، حتى تصل تقاطع او هاي التقاطع الاشارة المرورية. then turn left، ثم يعني راح يتمشى منها على طول. then turn left، ثم استدر شنو، يسارا، استدر يسارا، انت راح تلقاها هنا. اوكي المدرسة. اثنين go straight، بالنسبة للهوتيل أريد أوصل للهوتيل هذا، أقول له go straight on the street until you get the traffic lights. لا تسألني هنا ليش خليت till، هنا خليت till وهنا خليت until، هنا اثنيناتهم معناها حتى، هاي until معناها حتى وtill معناها حتى، بس ال until رسمية والtill تجي غير رسمية، يعني أخف شوية خفيفة، هاي يعني formal وهاي informal، يعني حديث عادة يكون مو رسمي، يعني till أقول له till هيك على السريع، أو until لا شوية بها نوع من الرسميات أو شيء فشيء رسمي. على كل فيستحب يعني من تكتب ما تخلي till تخلي until. أنا استخدمت الاثنينهن للتوضيح. until you get the traffic lights، حتى تصل الأضوية المرورية اللي هي هذه.
زين تيرن تيرن طبعا هذا يغير بيها تيرن رايت هاي تيرن رايت هاي لازم نخليها ار تيرن رايت turn right استدر يمينا هاي هنا استدر يمينا and go along the street وامشي على طول الشارع the hotel is on the right الفندق راح يكون على يمينك زين البوك شوب اللي هو وين البوك شوب اللي هو هذا ايش راح اقول للشخص اقول له go along the street اذهب على طول الشارع اوكي تمام till you reach هنا till you reach the traffic lights حتى تصل هنا ال traffic lights هذه then go straight ثم اذهب مباشرة and pass the cafe وامشي يعني عبر الكافي اللي هاي الكافي المقهى on the right اللي هي راح تكون على يمينك the bookshop is after the cafe البوكشوب هذا راح يكون after بعد الكافي شنو on the right على اليمين بالنسبة للبارك عدد اللي واحد على البارك اللي هو هذا هنا وهو منا منطلق راح شو اقول لك؟ اقول لك go straight on and pass the first right ahead. Go straight on اذهب مباشرة and pass the first right وامشي اعبر pass تجاوز شنو the first right هذا first right على يمينك اكو هنا هذا الرايت الشيء اللي على يمينك اول واحد ahead امشي امامك ahead مباشرة then go along the street ثم اذهب على طول الشارع till you get the second right حتى تصل ال second right هذا المنعطف يعني الشارع الثاني هذا first وهذا second بعدين شلون turn right استدر يمينا عيابة and go ahead واذهب مباشرة go ahead ماشي The park is on the left. The park. أنت من وصلت هنا. The park راح يكون on the left على يسارك. تمام. The park is on the left after Rida's house. بعد شنو بعد بيت رضا. هذا بيت واحد اسمه رضا هنا. راح يكون بعده. Okay. After Rida's house. أو تقدر تقول هنا بدل after راح تقول next to. ممكن تقول next to أو near. next to Rida's house او near اعزائي انت تقدر تغير بهاي انا اعطيتك في النموذج يعني اني ما انصح انه انت تستخدمها نصا نصيحتي واكررها ما تستخدم لهذا نصا حاول انت تغير وتخلي اسلوبك الخاص في الشخص اللي مثلا انت تريد توجهه وتخلي انا اعطيتك في النموذج معين انت تقدر تغير بشلون ما تريد و يعني هذا للتوضيح للتوجيه واعيد واكرر يعني انه انت حاول انت يعني ما تنقل نصا وهذا تحاول حتى تغير تنطي اسلوبك الخاص بالكتابه انا اوجهك وانت تقدر تغير بس ممكن تستفاد من هاي ممكن تخليها نصا ممكن يعني انا ما انصح تخليها نصا لانه يعني انا اقول بالبدايه انه انت تحاول هاي الكتابه ما تكتبها تحاول انت تنطي التوجيهات بعدين تكتبها بورقه وبعدين ترجع تدققها وترجع للفيديو او انت مثلا تسوي هاي الشغله تكتبها وبعدين ترجع للفيديو وتغير شلون بهاي الكتابه شلون انت ما تخليها وتخلي بصمتك واسلوبك الخاص مو بس يعني تنقل من الفيديو من المدرس تحياتي والى اللقاء